بسم الله الرحمن الرحيم. وكل سنة وانتم طيبين. وما زال الحديث متصل معكم أيها المستمعون لقناة قاموس ومجلة جاك، وأيضا إذاعة سمارت 40.16، وأيضا نحن على التويتر هاشتاغ مسابقة 5 رمضان، وأيضا على التليجرام وعلى الواتساب. طبعا هذه المسابقة وأيضا هناك الجائزة الكبرى للبنات، والتي تستطيع منها البنت، والتي تلتحق أو تأخذ منحة دراسية، منحة دراسية مدتها 5 سنوات، أي مثل الدراسة الجامعية ساعات، ولكن يلتحق بها من عمرهم من الأعمار 12 سنة إلى 16 سنة، يعني مرتبطة بمدرسة الابتدائي، خريجين مدرسة الابتدائي في آخر 5 سنوات، يعني من هو 6 ابتدائي. فمسابقة 5 رمضان هي للمدارس الابتدائي للبنات، وليست للأولاد. طبعا بعض المدارس فيها بنات وأولاد، والمسابقة هي تعطي أمل للبنات إن المنحة دي تدخل في التعليم الحديث. سأكمل لكم بعد الفاصل.